يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وجدها تغرب في عين حمئة، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: سوداء، رآها تغرب في عين الماء. السؤال: هل معنى ذلك أنه يريد أن الله تغيب من وراء العين؟ هاي ما هو أنها تغيب في العين، لا، من ورائها، تغيب في الأفق من وراء العين. فيخيل أنت لما تقف على البحر تشوف الشمس تغرب، تظن أن الشمس غابت في البحر، وإن هي لما البحر بعيدة. فهذه رؤية العين، وجده، ولذلك قال وجدها، وجدها يعني هو وجدها تغرب في عينه. نعم.